مصطفى زروال الكاتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه بسلام. هذه الوقفه هذه جاءت يعني استمرار لسلسله من الاحتجاجات اللي قامت بها النقابه المستقله على مستوى سلام، لان سلام والقطاع الصحي بسلام اصبح يعرف اختلالات زعما بالجمه تجعل من خدمه المواطن وظروف العمل ديال الاطر الصحيه يعني في حاله مزريه. اليوم حنايا بعد اكثر من سبعه اشكال نضاليه لا زلنا اليوم مستمرين في الاحتجاج حتى يتم حل هذه الاشكالات وتطبيق المبدا الاساسي في الدستور المغربي اللي هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. اليوم المندوب الاقليمي عبر تغييب المقاربه التشاركيه، عبر التدبير الاتجاري للموارد البشريه، عبر اجراءات اللي اتخذها في مجموعه من المؤسسات الصحيه اللي خلات المواطن والاطر الصحيه كتعاني بواحد الشكل وفي مواجهه مستمره داخل هذه المؤسسات هذه. اليوم حنايا وزير الصحه كنطالبوه بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل. اليوم احنا قطاع الصحه بسلا لا يحتمل اكثر انه يكون واحد المقاربه وواحد المحاباه وواحد ربط السياسه بالقطاع الصحي. القطاع الصحي كما كنعرفوا كاملين هو مساله ديال الامن، امن ديال البلاد والامن ديال القطاع ديال ساله. اليوم حنايا كنطالبوا وكنكرروا مطالبه وزير الصحه بالتدخل العاجل حتى يتم تطبيق المبدا الاساسي بالدستور المغربي اللي هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. بلين فاطمه الزهراء، عضو التنسيق الجهوي لنقابه المستقله للممرضين والتقنية الصحه. اليوم كما كتشوفوا نقابه المستقله لاقليم سلا كتنظم وقفه اقليميه الغرض منها هو ايصال صوت شغيله وصوت المواطن ايضا يعني لكل المعنيين بالامر. الوقفه الحاليه الهدف ديالها ايضا هو التنديد بجميع الخروقات وجميع المشاكل اللي كيعاني منها قطاع الصحه بسلا. اولها هو يعني النقص الحاد في الموارد البشريه اللي زاد من تعميق المشكل ديالو. يعني السيد المندوب اللي كيفرغ المستشفى الاقليمي من الموارد البشريه ديالو يعني في اتجاه مراكز صحيه ولا مراكز لا تحتاج لهذ الموارد هذه، يعني سوء توزيع ديال الموارد البشريه، يعني مشاكل جمه مجموعه ديال الاقسام بالمستشفى الاقليمي تم اقفالها نظرا لهذا النقص هذا وسوء توزيع ديال الموارد البشريه. يعني مشاكل جمه يعاني منها القطاع في غياب تام للسيد المندوب ورفضه لاي شكل من اشكال الحوار الجاد والفعال. يعني ما تهضروش على اي حوار، يعني حوار جاد وفعال اللي غتبعوا يعني تفعيل وعمل يعني فعلي وحقيقي ماشي فقط الكلام. كيف ما شفتوا البيان الحالي يضم وقفه ديال اليوم، تاليها يعني وقفه في الاسبوع المقبل، ثم اعتصام في الاسبوع الذي يليه. وهذا البيان الحالي هو البيان السادس من نوعه اللي كيضم هذه المحطات النضاليه، وحاليا دخلنا في التصعيد. هذا الوتيره ديال شكل نضالي كل اسبوع غادي تقدر تزيد من التصعيد وزيد تزيد من يعني من الاحتقان داخل الاقليم الى ما كانش هناك تدخل مستعجل من السيد وزير الصحه. عضو المكتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين، اليوم المكتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين بسلا يعني يقدم وقفه احتجاجيه تدخل في اطار برنامج نضالي تصعيدي، ويعني مجموعه من المحطات الاحتجاجيه اللي دابا تقريبا ازيد من شهرين وحنا مداخلين فيها، يعني احتجاجا على مجموعه من الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحه بسلا، والتي تركز والتي هي نتيجه للتدبير الارتجالي والانفرادي للمندوب الاقليمي الذي ادخل قطاع الصحه يعني في مستنقع من الاختلالات، ابرزها يعني اولا على مستوى تدبير الموارد البشريه. هناك سوء تدبير للموارد البشريه يعني يتجلى في واحد التباين وواحد سوء توزيع الموارد البشريه ما بين المراكز الصحيه، وهذا يؤثر على يعني ظروف الاشتغال حيث ان هناك خصص مهول يعني نتيجه كثره الاعباء، وكذلك يعني يؤدي الى يعني تردي جوده الخدمات المقدمه للمواطن. كذلك على مستوى المركز الاستشفائي الاقليمي وهو اكبر مؤسسه صحيه بعماله سلا، هذا المركز الاستشفائي يعني منذ بدء الاشتغال به يعاني من مجموعه من الاختلالات اللي هي اختلالات عميقه، ابرزها يعني استمرار اغلاق مجموعه من المصالح الحيويه، مصلحه الانعاش، مصلحه
حتما قدام، مما يضطر المواطن السلاوي الى يعني اللجوء الى المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، انتقال الى الرباط من اجل يعني تلقي مجموعه من الخدمات على راسها لمصلحه الانعاش. كذلك يعني بقرارات ارتجاليه قام بها السيد المندوب الاقليمي مؤخرا، يعني قام بسحب العديد من الاطر الصحيه من المستشفى اللي اصلا هو يعرف خصاص، وهذا اثر على جوده الخدمات المقدمه للمواطن، ويعني ضرب يعني هناك اتجاه نحو ضرب مجموعه من الخدمات الاستعجاليه اللي عندها طبيعه استعجاليه داخل هذا المركز الاستشفائي. كذلك جينا نحتجوا على غياب يعني المقاربه التشاركيه وانفراد المندوب الاقليمي باصدار مجموعه من القرارات. هذا الانفراد هذا يعني كيخلي ان ديك القرارات تكون عندها واحد الطابع اللي هي ارتجالي، وهي ادخلت قطع الصحه مجموعه من الاختلالات. وكدليل انه المكتب الاقليمي ديالنا حط طلب لقاء في شهر جوج، ولحد الان ليس هناك يعني تجاوب مع طلب لقاء، وهذا يدل على شيء فانما يدل على يعني غياب اجابات حقيقيه على هذا الاختلال التي يعاني منها قطاع الصحه بسلام. نحن مستمرون في الاحتجاج تقريبا ازيد من شهرين على بدء الاحتجاجات، وكذلك هناك انخراط يعني رقابات اخرى في الاحتجاج، ونطالب السيد وزير الصحه الى التدخل بشكل مستعجل، خاصه ان هذه الاختلالات يعني عمرت لسنوات، وقطاع الصحه في سلا لا زال يغوص في وسط هذه الاختلالات، رغم حلول يعني مفتشي العمل وزاره الصحه في اكثر من مره، يعني جات في 2022 وقفات على مجموعه من الاختلالات، وكانت تعليمات بهذا الاصلاح الاختلالات، ولكن لحد الان ما زالت مستمره، وعاود جات عاوتاني اللجنه المفتشيه يعني المفتشيه العامه في 2024، ولا زلنا ما شفناش قرارات اللي هي جريئه اللي تخرج هذا قطاع الصحه اللي يعني يعاني من ضعف العرض الصحي بهذه المدينه. وتحيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.